معين لابد انتوا تسلطوا الضوء على الموضوع هذا، وانتوا بصوتكم انتوا حيوصل لهم الكلام هذا، لعلمك مش رايي انا بس لهم. نعم كل ما نقعد معاهم ويتكلموا معنا نفس رايي انا راهو اللي نتكلم فيه تو. نعم فرجاء يا اختي بسمة تاكدوا على المواضيع هذين، ان احنا خلاص شعفنا من المؤتمر الوطني اللي هو الشعب العام، شعفنا منه، فما نبوش نديروا نفس ونضيع الوقت ويقعدوا لنا شهرين ثلاثه وسنتين اخرى ونفس النظام. في النهايه بك كنا نبوا رئيس وخلاص ننتخبوه وانتهت القصه، لكن بيديروا لنا نفس المؤتمر هذا اللي مش حنوافقوا به بصراحه. ومن بدايتها يعرفونا ما يمسكوش العصا من النص، كلامهم يكون واضح من اول جلسه، النقاط يدروها من اول لحظه. نعم مدام ليلى، يعني اكيد تبعتي معنا في هذه التغطيه المستمره معكم طيله هذا اليوم. الاعضاء او النواب دخلوا معنا وهم يؤيدوا الجيش الليبي، وهم يعني عاشوا معنا الواقع الذي نعيشه، وهم ينزفون دما مثلما نحن ننزف وقلوبنا تنزف، فلذلك هم موجودين، وان شاء الله ان شاء الله يقوموا بتلبيه النداء. مدام ليلى شكرا، بارك الله فيك اختي بسمة. أشكرك مدام ليلى على هذه المداخلة، لطالما حدثناكم طيلة هذا اليوم وطيلة هذه التغطية عن المشاعر المختلطة، عن المشاعر الفرح المختلطة بالتخوف من القادم، من القرارات القادمة، وانتظار القرارات الحاسمة من أجل إنقاذ ليبيا، ومن أجل إنقاذ مستقبل ليبيا، ومن أجل محاربة الإرهاب. ولربما شاهدنا هذه المشاعر المختلطة من صوت مدام ليلى في هذه المداخلة، وهي تطلب منهم دعم عملية الكرامة، وأنه لا حوار مع من قتل وشرد أبناءنا، وإعلان إن ما يحدث في طرابلس الآن هو إرهاب. هذه كانت آراء ومتطلبات مدام ليلى للسادة النواب في مجلس النواب. إذن هم أختي ليلى أبناء هذا الوطن، وهم عاشوا معنا هذه المرحلة العصيبة، وهم قلوبهم تنزف دما على ليبيا، لذلك هم تواجدوا بالرغم من التهديدات، بالرغم من كل ما قيل لهم وعليهم، ولكنهم موجودين من أجل حمايتك أختي ليلى. بعد خروج السيدة الليبية والمرأة الليبية في شوارع بنغازي وهي تقول ومعتصمه، وجدت عملية الكرامة والجيش الليبي، واليوم يوجد مجلس النواب الذي سيقوم بتحقيق كل أمال وأحلام المواطن الليبي، لأنهم كما قالوا لكم واستمعتم إليهم في مداخلاتهم معنا إنهم موجودين من أجلكم فقط. نأخذ معنا مداخلة عبر السكايب. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من معي؟ نعم نعم أم محمد. مرحبتين بك أم محمد. إذن نعتذر لأم محمد لرداءة الصوت من المصدر، نتمنى أن تعيد الاتصال بنا مرة أخرى أم محمد، وذلك لضعف شبكة الإنترنت في ليبيا اليوم والأيام الماضية. إذن نعود إلى ما يحدث في الشارع الليبي وإلى مجلس النواب الذين شاهدناهم طيلة هذا اليوم، وهم متواجدين من أجل حماية ليبيا ومن أجل القرارات التي ننتظرها. والآن نشاهد هذه السيدة الفاضلة السيدة أمال بعيو وهي موجودة في مجلس النواب، وهي ذهبت إلى طبرق من أجل الإدلاء بصوتها، من أجل أن تكون موجودة وأن تكون السيدة الليبية والمرأة الليبية التي أثبتت إنها ابنة هذا الوطن، وإن قلبها على هذا الوطن، وإنها تخاف على هذا الوطن، والتي ضحت بحياتها، وفعلا قتلت المرأة الليبية في ليبيا لأنها تحب هذا الوطن
ولا شيء آخر سوى حبها لهذا الوطن. لذلك قتلت سلوى بوغعكيس وقتلت السيدة فريحة، والآن نشاهد السيدة أمال بعيو وهي رشحت نفسها للمنصب النائب الثاني، ونتمنى التوفيق للجميع للمرأة التي أثبتت وجودها في ليبيا. وهنا السيدة أمال بعيو كانت تتحدث عن طموح المرأة وعن أهمية وجود المرأة، وتتساءل لماذا لا تكون المرأة حتى رئيس ليبيا. المرأة هي الأم، والمرأة هي الأخت، والمرأة هي الإبنة، والمرأة هي الحياة. فلولا المرأة لما وجد الرجل. فالمرأة هي الحب وهي الشريان الدافئ لليبيا. نشاهد المرأة بعطفها وبحبها وولائها ووطنيتها موجودة في مجلس النواب، وضحوا براحتهم، وكانت هذه الرحلة المكوكية التي وصلوا فيها إلى طبرق المجاهدة من أجل أن يكونوا متواجدين، من أجل أن يثبتوا للعالم بأسره أن ليبيا ليست دولة إرهاب، أن ليبيا هي دولة الأمن والأمان. وإن كان هناك مشككين، وإن كان هناك من مصلحتهم أن تكون ليبيا دولة إرهاب، فهم من قاموا بزرع الإرهاب في ليبيا. ولكن الرجل موجود، والمرأة موجودة، والمواطن الوطني الشريف موجود، وسيدافع عن ليبيا إلى آخر قطرة في دمه. والآن نشاهد أيضا ردود الأفعال عن مجلس النواب، وعن الفرحة العارمة التي أصبح عليها هذا المواطن البسيط، المواطن الكادح، المواطن الذي عاش الألم وعاش المأساة وعاش الخوف من المستقبل. أصبحوا في هذا اليوم وهم فرحين نوعا ما، وهم متفائلين، وهم مستبشرين بهذه الوجوه الطيبة وهذه الوجوه التي أتت من أجل أمن وأمان ليبيا. نأخذ معنا مداخلة عبر السكايب. السلام عليكم. إذا معنا السيد محمد. نعم سيد محمد، أشكرك سيد محمد. إذا نعود ونتحدث عن مجلس النواب وهذه الوجوه الطيبة، وأبناء ليبيا خرجوا دفاعا عن أرواحنا بعدما زهقت الروح الليبية، بعدما قتل الشرطي والضابط والمرأة والرجل والمدني، بعد الانتقامات التي تحدث في شوارع ليبيا وفي كل المدن الليبية، بعدما قتل الرجل وهو في سيارته ومع عائلته وأطفاله، بعدما قتل الإعلامي وقتل الصحفي، بعدما قتلت السيدة وهي في بيتها، بعدما خطف الطفل وخطف الشاب وخطف الرجل وخطفت المرأة أيضا، خرجوا رجال ليبيا ليثبتوا لكل الليبيين أنهم سيدافعوا عنهم بأرواحهم، سيدافعوا عن هذا الوطن الجريح الذي يحتاج لمن يضم جراحه. فها هم موجودين الآن، وكلنا أمل، وكل المواطنين الآن يتأمل منهم الخير والسعادة لليبيا. وكل المتصلين بنا اليوم وكل المتداخلين معنا في هذه التغطية كان بالنسبة لهم الأمل والسعادة هما الجيش والشرطة. الكل طالب بقرار سريع جدا 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 من أجل تبني الجيش والشرطة، من أجل دعم الجيش والشرطة في ليبيا. الكل يطالب بسرعة هذا القرار. ولأن أبناء المجلس الوطني وأعضاء المجلس الوطني والمجلس النواب عذرا هم من رجال ليبيا، وهم من عاشوا معنا هذه المأساة، فهم يقوموا بعذر أو يأتوا بالعذر للمواطن الليبي على استعجاله. لأن في هذه اللحظات التي نتحدث نحن فيها معكم الآن، والتي يقوم فيها مجلس النواب بهذه الجلسة، هناك من يقتل. فلا تلوموا على المواطن في استعجاله، فقد تأخرتم كثيرا، وكنا ننتظر
والكل والشارع الليبي ينتظر هذا اليوم بفارغ الصبر، ينتظر فيه رجال النخوة والكرامة، ينتظر فيه الرجال والنساء الذين سيأخذوا القرارات الحاسمة من أجل حماية هذا الوطن، من أجل حماية ليبيا الحبيبة، من أجل الدفاع عن ليبيا الحبيبة، من أجل الدفاع عن الرجل والمرأة والطفل والسيادة الليبية، من أجل الدفاع عن ليبيا بأكملها، وليست مدينة على حساب دولة. ولا يقتل الرجل ولا تقتل المرأة ولا يقتل الطفل، من أجل بنية تحتية، من أجل تعليم وصحة، من أجل ليبيا الحديثة والجديدة، من أجل التطور والدعم لليبيا. هذا هو ما ينتظره المواطن الليبي، وهذا هو ما خرج من أجله المواطن الليبي طيلة الفترة الماضية وفي انتظار القرارات الحاسمة إن شاء الله. بالأمس أو في الأيام الماضية قصفت المنطقة الكريمية، وهي التي تأخذ منها المناطق الغربية التموين ويأخذ منها التموين لمنازلهم. فللأسف يعني خلونا نتكلم بواقعية، هناك من قام باحتكار المواد الغذائية وغلوا الأسعار، وغلوا أسعار التموين، وغلوا أسعار الزيت والطماطم اللي المواطن الليبي معتمد عليه اعتماد كلي. وللعلم أن المصارف والبنوك مسكرة، يعني حتى الفلوس اللي أنتم طالبينها باش يشروا منكم بهالسعر هذا وهالاستغلالية هذه، المصارف مسكرة، ما فيش منين يجيب لك. شيشة الزيت الآن تنباع ب8 دينار، ب8 دينار التجار والمحلات يبيعوا في شيشة الزيت، الطماطم يبيعوا فيه ب6 دينار ونص. المواطن الليبي الكادح، المواطن الليبي اللي المصارف مسكرة أساسا وما فيش مصارف وما فيش بنوك يسحب منها مرتبة، هذا لو كان فيه مرتب أساسا، هذا لو في مرتبات نزلت من هذه الدولة اللي أهدرت أموال الليبيين للأسف. ويجوا التجار اللي هم مفروض أبناء الوطن، اللي هم مفروض يقوموا بدعم المواطن البسيط ومساعدته، واللي يبيع له بنفس السعر. المفروض ليبيا في أزمة الآن، لو احنا ما حسيناش ببعض وما حسيناش بأنفسنا، عمره ما بيجينا حد من برا بيحس بينا. إذا كان أنت التاجر الليبي وصاحب السوبر ماركت، استغليت المواطنين واستغليت جيرانك واستغليت شارعك واستغليت منطقتك، اذا الخير في مني؟ من هو اللي بنستنوه بيجيب لنا دعم على التموين، ولا بيجيب لنا الزيت باسعار رخيصه؟ ولا المفروض انتم الان تساعدوا بعض حتى تصدقوا على بعض. المصارف مسكره وما فيش بنوك مفتوحه وما فيش فلوس وما فيش مرتبات من الاساس، وتهجير وقتل وقنابل وقذائف وعائلات تموت، ونلقوا اللي يبي الان فرصته، شايف ان الان فرصته انه يستغنى من علي دماء الناس، هو بيستغنى ما دام في قصف، ما دام ما فيش تموين، وسوق الكريميه خلاص تسكر ما فيش تموين. اذا انا ليش اشتري الزيت من بحركه 8 دينار؟ ان كان عاجبك تشري، وان كان مش عاجبك تموت من الجوع. لا حول ولا قوه الا بالله. حقه الطماطم 6 دينار ونص. اذا كان ما فيناش احنا خير لبعضنا، منين بنجيبوه الخير؟ يلي تشكي ان الميليشيات تقصف في حوشك وتقصف في شارعك، يلي تشكو من الوضع في ليبيا، يلي تشكو ان في خطف وفي قتل وفي اغتيالات وفي تفجيرات. خلونا نرحموا بعض ونبدو باهل الاشياء هذه، مش اشياء بسيطه. لما المواطن ما يقدرش يشري شيشه زيت ب8 دينار وحقنه طماطم ب8 ب6 ونص، الرحمه منين بتجيك؟ بتجيك الرحمه من رب العالمين، بتخليه يرحمك من هؤلاء الميليشيات وهؤلاء الخاطفين، وتبدي دولة، وتبدي دولة البناء، وتبدي دولة الجيش، وتبدي شرطة، وتبدي أمن وأمان. أعطي أنت الأمن والأمان لجيرانك ولناسك وبيعلهم بالسعر المعقول، ولا تبي تستغنى في الوقت الحالي؟ خلاص هذه فرصتك في الليبيين، الليبيين يقتلوا فيهم ويدمروا فيهم ويهجروا فيهم، وانت فرصتك صاحب السوبر ماركت واللي محتكر، اللي محتكر التموين في السوق الليبي. اتقوا الله في انفسكم. يلي تبي تستغنى في هالوقت الحالي على حساب الليبيين وعلى حساب ضعف الليبيين، وشايف انك الان خلاص هذه فرصك باش تبدا غني، الله اعلم الفلوس هذا عشان تصرفهم، الله موجود.
استغلالك للمواطن البسيط اللي ما ياخدش مرتبة لي 3 و4 و5 شهور، وحتى اللي يقدر ياخد مرتبة الآن البنوك مسكرة وما فيش فلوس يمشي يسحب منها، وانت استغليتها تبي تبيع لشيشة الزيت ب8 دينار، الله أعلم علشان انت تصرفهم، الله أعلم. بدل ما نقفوا مع بعض وقفة يعني نكون ونتبتوا فيها لأنفسنا ونتبتوا فيها لله، ان احنا معاك يا رب، احمينا يا رب واحنا معاك، لا نستغلوا بعض. اللي عنده سوبر ماركت يغلي الاسعار وخلي الناس تجوع، من هو اللي بيشري منك شيشة الزيت ب8 دينار وحقطة طماطم ب6.5، وبعدين تدعي وتقول يا رب يا رب الارهاب اقتلنا والميليشيات يضربوا فينا ويقصفوا فينا، هذا بلاء من عند الله سبحانه وتعالى. اذا كان هي هذه نيتكم انكم تستغلوا المواطن الليبي وتستغنوا في هالوقت هذا، فالله موجود فقط، هذا هو اللي يعني هذا هو اللي نقدر نقوله لكم في الوقت هذا، الله موجود. استغليت المواطن الليبي وبعت لهم شيشة الزيت ب8 دينار وحقة طماطم ب6.5، والله اعلم ايش نغلي من الاسعار ثاني، فالله موجود. فقط هو يجيب للمواطن البسيط هذا حقه وهو وياخذ حقه منك، هذا هو فقط. يعني نتمنى ان احنا نكون رحماء لبعض، نتمنى احنا نبتعدوا عن الاستغلال ونبتعدوا عن الاحقاد ونبتعدوا عن الكرة ونبتعدوا عن الضغينة. اذا بعد يعني نتمنى فعلا من التجار ومن اصحاب المحلات التجارية انهم يرحموا المواطنين اللي معاهم وكفاهم ما فيهم. اذا عودة اعزائي المشاهدين الى الجلسة الختامية لمجلس النواب. السيدة ابتسام عبد الحفيظ عمر سالم. السيدة ابتسام عبد السلام علي بن جمعة. السيد ابراهيم ابو بكر عبد الرحمن الدرسي. السيد ابراهيم عبد الله عبد السلام الزغيد. السيد ابراهيم عبد الله عبد السلام الزغيد. السيد ابراهيم فتحي ابراهيم عميش. السيد ابراهيم محمد كرنفودة احمد. السيد ابراهيم مصباح الهادي علي. السيد ابو بكر ابراهيم محمد ميلاد. السيد ابو بكر احمد سعيد صالح. السيد ابو بكر محمد عمر محمد. السيد ابو صلاح عبد السلام ابو صلاح شلبي. السيد حفيظ خليفة أحمد شنينة. السيدة أحلام محمد اللافي خليفة. السيد أحمد الشارف الصغير الرحومة. السيد أحمد شيهوب إبراهيم الواحدي. السيد أحمد أحمد حمد علي حوما. السيد إدريس عبد الله إدريس فرج.
السيد إدريس عمران عبد الهادي آدم. السيد آدم صالح آدم بوصخرة. السيد أسامة فرج محمد الشعافي. السيد إسماعيل محمد بشير إسماعيل. السيدة أسمهان عبد القادر حسين بلعون. السيد أكرم عيسى عمر خليفة. السيدة كامل علي اليعقوبي. السيد الصادق علي محمد الكحيلي. السيد الصادق محمد مصباح إدريس. السيد الصالحين عبد النبي محمد سعد. السيد الصديق مفتاح رمضان حمودة. السيد المبروك عبد الله منصور الكبير. الرجاء الهدوء سادة النواب. السيد المنتصر سعد عطية علي. السيد المهدي مسعود حسن الأعور. السيد الهادي علي محمد الصغير. السيدة آمال محمد عبد السلام بعيو. السيد أيمن المبروك محمد سيف النصر. السيد محمد علي بالقاسم شعيب. السيد أبو الخير الشعاب محمد بالخير. السيدة أسماء محمود محمد الخوجة. السيد بدر علي سليمان موسى. السيد بشير علي سعد الأحمر. السيد جاب الله محمد جاب الله محمد. السيد جلال صالح عبد السلام الشويهدي. السيد حسن أبو بكر عمر صالح. السيد حسن الطاهر علي مصباح. السيد حسن الفرجاني سالم سالم. السيد حسن صالح محمد الزرقاء. السيد حمد محمد حمد عبد الرحمن ماجيج. السيد حمودة أحمد حمودة سيالة. السيدة حنان محمد عبد الله شلوف. السيد خالد علي محمد الوسطى. السيدة خديجة أحمد أبو بكر الزروق. السيد خليفة صالح سعيد محمد الدغاري.
السيدة رابحة عبد السلام علي الفرجاني. السيدة ربيعة صادق خليفة الفقي. السيدة ربيعة عبد الرحمن سليمان أبو راس. السيد رجب مفتاح عمار جمعة. السيدة رحمة أبو بكر علي آدم. السيد رمضان محمد محمد شنبش. السيد زائد هدية عطية أبو بكر. السيد زياد صالح سالم دغيم. السيدة سارة عامر عبد الجليل السويح. السيد سالم مسعود أحمد جنيدي. السيد سالم مسعود سالم جنان. السيدة سعاد عبد الله محمد الشلي. السيد سعد المريمي الهاشمي المريمي. السيد سعد عبد القادر عبد القادر البدري. السيد سعد محمد صالح الجازوي. السيد سعيد خالد عمر سباقة. السيدة سلطنة مسعود أبو بكر عبد الرحيم. سيدات النواب الرجاء الهدوء. السيدة سلطنة مسعود أبو بكر عبد الرحيم نرجو منكم الهدوء، لا داعي للأحاديث الجانبية، الرجاء الهدوء. السيد سليمان خطاب سويكر عوض. السيد سليمان عمر محمد الأحراري. السيد سليمان محمد محمد الفقي. السيدة سيهام سالم سليمان سرقيوة. السيد صالح عبد الكريم مجاهد فحيمة. السيد صالح قلما يسكو دركوي دركوي. السيد صالح هاشم صالح الطائع. السيد صالح همة محمد بكدة. السيدة صباح جمعة محمد الحاج فرج. السيد صلاح الصهبي علي بلحوق. السيد صلاح علي الشيباني زوبيك. السيد طارق أبو بكر محمد أبو هيسة. السيد طارق صقر آدم الجروشي. السيد طارق عبد الله محمد الأشتر. السيد طلال عبد السلام موسى طلال عبد الله موسى الميهوب. السيد عادل فرج إبراهيم الطيرة.
السيد عادل مولود مفتاح محفوظ. السيد عامر عمران نصر أبو بكر. السيدة عائشة المهدي القمودي شلابي. السيدة عائشة يوسف عبد الله الطبلقي. السيد عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ الصغير. السيد عبد الرحمن الشيباني أحمد السويحلي. السيد عبد الرؤوف إبراهيم علي المناعي. السيد عبد السلام عبد الله محمد نصية. السيد عبد السلام محمد عبد السلام محمد علي. السيد عبد الغني أحمد محمد الفطيسي. السيد عبد القادر بشير عبد القادر هيبة. السيد عبد القادر حسن يحيى سليمان. السيد عبد الله حسين عبد الله اللافي. السيد عبد الله محمد عبد الله نصر لحنيش. السيد عبد المطلب إدريس ثابت حمد. السيد عبد المنعم جمعة سالم حسن. السيد عبد المنعم عمار سعد بلكور. السيد عبد المنعم فرج علي الفقيه. السيد عبد الناصر الأمين محمد النعاس. السيد عبد الناصر بشير عبد السلام بن نافع. السيد عبد النبي البشير أبو القاسم عبد المولى. السيد عبد الوهاب عمر خليفة زولي. السيد عدنان فوزي محمد الشعاب. السيد عز الدين عبد السلام عطية قويرب. السيد عز الدين مصباح أبو راوي أبو راوي. السيدة عزيزة كركرة عمر أبو ستة. السيد عصام عبد الله محمد أجهاني. السيد عقيلة صالح عيسى قويدر. السيد علي السعيدي سعد القايدي. السيد علي أحمد علي التاكالي. السيد علي خليفة سالم الصول. السيد علي خليفة محمد العيساوي. السيد علي رحومة محمد السباعي. السيد علي رمضان خليل أبو زعكوك. السيد علي عمر أبو القاسم التكبالي. السيد علي فرج إبراهيم خالد. السيد علي محمد حسن أبو زريبة. السيد علي محمد حسن كشير. السيد علي مفتاح عمر المجدوب. السيد عمار ميلاد رجب الأبلق. السيد عمارة علي حسن شمبارو.
السيد عمر سالم محمد العربي. السيد عمر علي العجيلي تنتوش. السيد عمر غيد قرميل. السيد عمر غيد قرميل بوكدر. بوكدر. السيد عيسى محمد السنوسي العربي. السيد عيسى محمد السنوسي العربي. السيدة فاطمة أبو بكر حمد عمر أبو سعدة. السيدة فاطمة أحمد عبد المجيد عمر كاريس. السيدة فاطمة عبد السلام الهادي الصويعي. السيد فائز مصطفى فوزي السراج. السيد فتح الله حسين عبد الكريم محمد. السيد فتحي عبد الرحيم محمد القباصي. السيد فتحي عبد السلام رمضان الشريف. السيد فتحي علي عبد السلام باشاغا. السيد فرج بشير بالقاسم عبد المالك. السيد فرج عبد الله ادريس هاشم. السيدة فريحة عبد السلام مصطفى الحضيري. السيد فهمي عبد الرحمن علي التواتي. السيد فوزي الطاهر رحوم النويري. السيدة فوزية محمد مفتاح أبو غالية. السيد كمال البشير أحمد إبراهيم. السيد كمال عبد الكريم حسين الشلبي. السيد لؤي محمد نجيب الفيتوري الغاوي. السيد محمد ابراهيم اسماعيل تامر. السيد محمد ابراهيم علي الضراط. السيد محمد احمد محمد الرحيبي. السيد محمد آدم محمد لينو. السيد محمد الفيتوري محمد الحنيش. السيد محمد المهدي محمد الحضيري. السيد محمد الهادي علي الهاشمي بن خليل. السيد محمد بشير سعد الفارس. السيد محمد سعد حماد صالح. السيد محمد عامر محمد العباني. السيد محمد عبد السلام محمد عريفة. السيد محمد عبد الكريم محمد الرعيد. السيد محمد علي الواعر إبراهيم.
السيد محمد علي عبد الله أم الدور أم مؤمن. السيد محمد مصطفى أبو صع راشد. السيد محمد معتوق جديد محمد جديد. السيد محمد منصور علي حنيش. السيد محمد موسى عبد الحميد دوما. السيدة أمدللة محمد البشير قندا. السيد مصباح دوما محمد وحيدة. السيد مصباح ميلود أحمد البدوي. السيد مصطفى أحمد عبد العالي محمد. السيد مصطفى أبو شاقور غيث أبو شاقور. السيد معاد رافع صالح مسعود. السيد مفتاح عطية محمد الشاعري. السيد مفتاح عطية محمد الشاعري. السيد مفتاح عيسى أبو بكر محمد الكرتاحي. السيد مفتاح مراجع محمد كويدير. السيدة منى آدم داوود الغيتي. السيد نبيل سعد سعد عون. السيد نصر يوسف محمد الغرياني. السيد نصر الدين مهنا غباشي مفتاح. السيد نعيم محمد علي عبد الرحمن. السيدة نعيمة رمضان عقيل دلف. السيد نور الدين خالد آدم عبد الحميد. السيدة هناء خليفة خالد أبو ديب. السيد يوسف إبراهيم محمد حمد. السيد يوسف عبد السلام علي الفرجاني. السيد يوسف كاليكوري جتي سيدي. السيد يوسف محمد كمود الفاخري. السيد يونس عمر منصور فنوش. وأخيرا مصعب محمد العابد أبو القاسم.
بسم الله. عدد الذين أدلوا بأصواتهم 154 نائبا. ستتم عملية الفرز الآن، الجولة النهائية لانتخاب نائب رئيس مجلس النواب الثاني. الرجاء من السادة المراقبين الحضور حتى تتم عملية الفرز، شكرا. السيد محمد آدم لينو. السيد حميد أحمد علي حومة. السيد حميد أحمد علي حومة. السيد محمد آدم لينو. السيد حميد أحمد علي حومة. السيد حميد أحمد علي حومة. السيد محمد آدم لينو. السيد أحمد أحمد علي حومة. السيد أحمد سيد محمد آدم لينو. السيد محمد آدم لينو. السيد محمد آدم لينو. السيد أحمد أحمد علي حومة. السيد أحمد أحمد علي حومة. السيد محمد آدم لينو. السيد محمد آدم لينو. السيد أحمد أحمد علي حومة. ملغى. ملغى. السيد محمد آدم لينو. السيد محمد آدم لينو. السيد أحمد أحمد علي حومة. 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 السيد محمد آدم لينو. ورقة بيضاء. السيد محمد آدم لينو. السيد أحمد أحمد علي حومة. 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 السيد محمد آدم لينو. السيد أحمد أحمد علي حومة. السيد أحمد أحمد علي حومة. السيد أحمد أحمد علي حومة. ملغى. السيد أحمد أحمد علي حومة. السيد أحمد أحمد علي حومة. السيد أحمد أحمد علي حومة. السيد محمد آدم لينو. السيد أحمد أحمد علي حومة. السيد أحمد أحمد علي حومة. السيد أحمد أحمد علي حومة. السيد أحمد أحمد علي حومة.
السيد حميد أحمد علي حمى. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد محمد آدم لينو. السيد حميد أحمد علي حمى. 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 السيد محمد آدم لينو. السيد حميد أحمد علي حمى. 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 السيد محمد آدم لينو. السيد محمد آدم لينو. السيد محمد آدم لينو. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد محمد آدم لينو. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد حميد أحمد علي حمى. ورقة بيضاء. السيد محمد آدم لينو. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد محمد آدم لينو. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد محمد آدم لينو. السيد حميد أحمد علي حمى. 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 السيد محمد آدم لينو. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد محمد آدم لينو. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد محمد آدم لينو. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد محمد آدم لينو. السيد حميد أحمد علي حمى. 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 السيد محمد آدم لينو. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد محمد آدم لينو. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد محمد آدم لينو. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد محمد آدم لينو. السيد حميد أحمد علي حمى. 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 السيد محمد آدم لينو. السيد محمد آدم لينو. السيد حميد أحمد علي حمى. 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 ملغى. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد محمد آدم لينو. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد حميد أحمد علي حمى. السيد محمد آدم لينو.
سيد أحمد أحمد علي حوما. سيد أحمد أحمد علي حوما. سيد أحمد أحمد علي حوما. سيد أحمد علي أحمد علي حوما. سيد محمد آدم لينو. سيد أحمد أحمد علي حوما. سيد أحمد أحمد علي حوما. سيد محمد آدم لينو. 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 سيد أحمد أحمد علي حوما. سيد أحمد أحمد علي حوما. سيد محمد آدم لينو. سيد أحمد أحمد علي حوما. 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 سيد محمد آدم لينو. سيد أحمد أحمد علي حوما. سيد محمد آدم لينو. تلاوة النتائج. السيد محمد آدم لينو 41 42 43 44 45 46 سيد أحمد أحمد علي حوما 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 84 85 86 87 88 89 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
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102. عدد الأوراق الملغية 1 2 3 4 5 6 أوراق ملغية. بعد عد أوراق الاقتراع تبين حصول السيد محمد آدم لينو على 46 صوت، والسيد حميد أحمد علي حومة على 102 صوت وست أصوات باطلة. وبهذا يكون السيد حميد أحمد علي حومة هو النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. لا تقصير لي. في تسمية، معلش يا سادة النواب، سادة النواب من فضلك كم لحظة بس، في تسمية أعضاء لجنة وضع اللائحة الداخلية، نعرض عليكم الأسماء واللي عنده رغبة ما فيش مانع يضيف أسماء لهذه الأسماء. السيد عبد المنعم عمار، السيدة فريحة عبد السلام، السيد آدم صالح آدم، السيد أحمد محمد ماجيك، السيد مفتاح مراجع كويدير، السيد رمضان شمبش، السيد محمد علي عبد الله، السيد محمد علي العباني، السيد المبروك عبد الله منصور، السيد حسين صالح جمعة محمد، السيد عبد القادر حسن يحيى، السيدة سارة عامر السويح. اللي عنده رغبة نضيفوه للجنة. كويسين؟ يقبع تفضل. تفضل. نعم. العباني. لا لا، إضافة اللجنة بس. السادة الأعضاء لو سمحتم، كل واحد يقعد في مكانه لو سمحتم، ما زالت الجزاء. السادة الأعضاء لو سمحتم، السادة الأعضاء لو سمحتم الهدوء. السادة الأعضاء بالله لو سمحتم كل واحد في مكانه. السادة الأعضاء لو سمحتم كل واحد في مكانه بالله.
صبي هنا مش صبي النشيد. الرجال جلوس يا جماعة، اللي بيحكي يجي هنا. الرجال جلوس، الرجال جلوس. ترفع الجلسة حتى الساعة 9 ونعود لل، سنعطوك يا أستاذ بعد ال. الجلوس الجلوس عشان النشيد الوطني شوي. لحظة اسلمي طول المدى، إننا نحن الفداء. ليبيا 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 يا بلادي، أنت ميراث الجدود، لا رعى الله يدا تمتد لك. فاسلمي إن على الدهر الجنود، لا نبالي إن سلمت من هلك. وخذي منا وثيقات العروض، إننا يا ليبيا لن نخذلك. لن نعود للقيود حتى
تحررنا وحررنا الوطن ليبيا.